اهدفوا من ورا كده. طلع يا مولانا اهدفوا من ورا. سيبوا ضرك اتحلل بين ما اتحلل كده. ايه هالواد جبناه وذبحناه على جيك ضربناه بالنار. الحارس عايز ثلاث عيال تاني. الحارس عايز ايه؟ ثلاث عيال تاني. ثلاث عيال تاني؟ ايوه. يعني انا بندت الوقت وخطفته وحرقت قلب امه وابوه عليه. طب انت مين قال لك بندقه؟ عشان اغنى. وفي الاخر تقول الحارس عايز تاني؟ انت عسقنا بالعافيه. احنا هنقعد قصاد الحارس لغايه ما حيصفي على عيال البلد كلها حندبحها ونموتها. ومين قال لك انا شيخ؟ انت شكلك انا شاكك فيك يا انت من المزاريطه. انا من المزاريطه. علي مين؟ علي وزة. الله يحرقك ويحرق علي وعاملني شيخ مغربي. انت لازم تموت. لازم زي ما انا خليتني قتلت العيل الصغير. انا خليتني في الشيطان مجرم قتلت عيال الناس وفي الاخر ما فيش اعصاب كله عشان تنصب عليه في 50,000 جنيه ويطكش المغربي. انت لازم تموت. لازم تموت. لا لا لازم تموت. اهلا يا مولانا. الحمد لله على السلامه يا بركه. فيك يا شيخ ربيع. تمام يا بركه. اللي يبارك. ايش عامل يا شيخ ربيع؟ هذه البير يا مولانا الاسل اللي هذه البير اللي تسوي فيها الاثار اللي تقول عليها هي دي. احنا غطيناها عشان خوفة ان حد يوقع فيها ولا حد يتحتناها زي ما انت قلت. 25 متر فحرته. 25 مترا يا شيخ ربيع؟ ايه فحرت دي يعني كحت. ايوه. بدك ايش من بدك ايش منيك؟ كحت. ايش بايه؟ ايش منيك؟ 25 متر يا مولانا. 25 متر. ها. وين وديت الرديف؟ التراب اللي طلع منها؟ يا لقحناه على الجسم. تويته؟ التراب. شو تقعد تحت بلاصة ما تسوي بلاصة تركب الطاسة؟ ايش بيك؟ فتوش متوش منكوش يا ابوي. قومناه في حوش البهايم على الجسر برا. ضعني هذا على شغلي. اتفضل يا مولانا. طلع النبي حتطلع يا فرعون النهارده. الشيخ المغربي وصل. ايه بيت عمال انت جاي ترقص الزار عندنا؟ ما تعطل شغلي. ما تعطل شغلي. ضعني اشتغل كويس. اشتغل 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 يا مولانا. اللي يبارك لك. عشان عفركوش ما يزيكش. لا لا يا عمي حقك عليه عفركوش. اقعد انا رقيق عشان ما تتحسن. حقك عليه عفركوش. اقعد انا رقيق عشان ما يمس الجن. اين قعدت؟ بخرتك بالحنجل والمنجل. والمنجل. بخرتك بالشبشب والصندل. والصندل. بخرتك من عين اللي يشوفوك فوق. بخرتك من عين اللي حسدوك دوك. والآن مع فقرة اللي يشري نبي أبو خشرة. شبر برم. شبر برم. شبر برم. ايه بربر ممي ده شبر برم. يا عم انت شيخ ولا جاي ساحر انت ولا ايه؟ ما تضعني ضعني اسوي شغلي. دعني اسوي شغلي. في انا فيك حتطلع وفرعوني حيطلع ولا ما فيش؟ الحارس اللي عليها طالب عيل صغير. عيل صغير بين يعني اجي يقول له هنا انا يا حارس ويطلع اسمر بس ما يكونش ابيض. دي المواصفات يا ايوه. اه ابيض بس اسمر شوية. تمام سهلة دي نجيبوه. طويل ها. بس قصير شوية. طويل بس قصير سهلة نجيبوه. نعمان بس تخين شوية. نعم وتخين شوية. ايوه فدينا برضي فدينا. تمام شوف ايه اللي بينقط فراش. والطكش المغربي جبته معاك؟ قلت لك كل حاجة. ها. من لبنان كمان مش من المغرب. طكش لبناني. ايوه. هينفع مع ابن الرفضي ده؟ ايوه. مع الحارس. ما تغلط فيه. حقك عليه. حقك عليه. ما تغلط فيه. ما تغلط فيه. خلاص حقك عليه. هات الود وانا جالس. هم الاحسن تعبنا يبيع على الفاضي يا مولانا. ده انا صارف عليها دم قلبي. كل العيال بقت تكحت بالفلوس. كلامك والله ما عجبني. خلاني اتمطع. حقك عليه. حضر علي المطيع. حقك عليه يا مولانا. روح يا مطيع روح. حقك عليه يا مولانا. يا بركه يا بركة النهار. يلا أنا مستنيك. دور الوقت أصحابك بيوقت خير ورا. دوري بيوقت خير.
اوقف ياك اوقف ياك اوقف ياك اسكت ياك اسكت ياك بقول لك اقفل خشمك ياك اقفل بوزك سد ياك بوزك ياك سد ياك بوزك سد ياك بوزك ياك آه جبنا لك الواد يا شيخ مغرب يا واد ملزلز على كيفك جبنا الواد وحنطلع الفراعنه جبنا الواد وحن المقبره حتتفتح باذن الله جبنا الواد اللي قال عليه الشيخ المغربي اه يا مولانا اه يا مولانا جبت لك الواد الصغير اه يا مولانا اه يا مولانا اوقف يا اوقف يا رقدوا 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 يا ابو البرعص يا ابو البرعص رقدوا قعد كده رقدوا رقدوا ما حينفع تذبح ما حينفع تذبح ارجع لورا ارجع لورا ارجع لورا بالطبنجة عشان تضرب كويس اضرب بس لقحه على جنب لقحه من ورا احذفه من ورا كده طلع يا مولانا احذفه من ورا سيبه اضرب اتحرك بين ما اتحرك كده ايه هالواد جبناه وذبحناه على جيك ضربناه بالنار الحارس عايز ثلاث عيال تاني الحارس عايز ايه؟ ثلاث عيال تاني ثلاث عيال تاني؟ ايوه يعني انا بندكت الوقت وخطفته وحركت قلب امه وابوه عليه ابو تمين قال لك بندقه عشان اغنى وفي الاخر تقول الحارس عايز تاني انت عسرنا بالعافيه احنا حنقعد بصاد الحارس لغايه ما حيصفي على عيال البلد كلها حندبحها ونموتها ومين قال لك انا شيخ؟ انت شكلك انا شاكك فيك يا انا انت من المزاريطه انا من المزاريطه علي مين علي وزع الله يحرقك ويحرق علي وحملي شيخ مغرب يا انت لازم تموت لازم زي ما انا خليتني قتلت العيل الصغير انا خليتني ابقى الشيطان مجرم قتلت عيال الناس وفي الاخر ما فيش اعصاب كله عشان تنصب علي في 50,000 جنيه يقول لي طكش المغربي انت لازم تموت لازم تموت لا لا لازم تموت